الخير. صباح القمر. هو حضرتك لميس؟ انا. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ زي حضرتك الحمد لله. صباح الخير. تاني؟ صباح الخير. معلش يا فندم. صباح الخير. الله. يا استاذه مالك على الصبح. صباح الخير. مزيكا. مزيكا. هو ايه المزيكا؟ انا سامع صباح الخير عباره عن مزيكا. طب شكرا ربنا يخليك، بس ممكن نجد شويه عشان انا مستعجل جدا بالله عليك. شكرا ربنا يخليني. ربنا يخليك. يخليني لحضرتك. ربنا يخليك للدنيا كلها وللعربيه وللشركه وكل حاجه، بس نمشي عشان مستعجل. كل الناس في داهيه، المهم يخليني لحد معين. مين بيصبح عليا صباح حلو قوي؟ ربنا يخليه لك ان شاء الله، ربنا يتم بخير وتتجوزه قريب. لا لا، لسه لقيته. يعني حضرتك برج ايه؟ برج الميزان. ايه ده، سبحان الله. ايه، انا كمان برج الميزان. سبحان الله، والله العظيم. يعني لا حول ولا قوه الا بالله. ممكن بقى نشد عشان انا والله تعبان ومستعجل. احنا متوافقين جدا. طب سبحان الله برضو، انا مستعجل. ممكن نشد شويه؟ طب يا استاذه بعد اذنك، يا استاذه لميس، يعني مستعجل جدا. انا معلش. طب انا بس حاسه ان بواري قليل وشحني قل كده. استسمحك في واحده صباح الخير؟ انا ممكن اسجلها لك وتسمعيها على الكاست هنا على فكره. يعني انت قلت اللي انا نفسي اقوله من زمان. يعني ماشي، حاضر. استسمحك يعني بس اسجل رقمك. بكسه قوي يا استاذه لميس والله. ايه بكسه دي؟ ايه دي؟ بكاسه. يعني بكاسه جايه من الكلاحه. كلاحه؟ كلاحه. ننجز بقى عشان انا مستعجل. حلوه الكلاحه دي، كويسه يعني. زي القمر وعهد الله، وانا مش مصدق، بس يلا نمشي. يعني انا قلت لك قبل كده، او حد قال لك قبل كده، ان ملامحك حلوه قوي. هو انت بتهزري صح؟ اهزر ازاي؟ يعني ده نكشي ولا انت؟ صباح الفل. يعني انا قاعد متقدر جنب حضرتك. استاذ صوصه. نعم؟ استاذ صوصه ما تلعبش بمشاعري اكتر من كده. وعهد الله ما لعبت في حاجه. انا عايز امشي. حضرتك بتحاول تلعب فيها. ممكن طب نشد ونتكلم براحتك وقول اللي انت عايزاه، بس نلحق نروح بقى عشان استاذ صوصه. انت معاك رخصه؟ حضرتك واخد رخصه قلبي من ساعه ما ركبت. يا الله، وحيات امك امشي عشان انا تعبان. وعاد الله معايا. بصي هخر. امشي. طب حته صباح الخير عشان صباح الخير. بص بشد ازاي. شفت يا صباح أمر. الخير تاني كده والله. صباح الخير. بعد ايه؟ بص يلا. بص صباح الخير. هو تتبلت تاني كده ليه؟ ممكن نمشي عادي ولا يعني؟ بص قدامك. لا، لما بتاثر بالمشاعر بعمل كده تلقائي. طب بصي قدامك عشان ممكن نلبس ونروح 60 داهيه وانا معيش بطاقه. لا انا بس بحاول اوريك ان انا شعري حلو، مش كل البنات شعرها. بالله عليكي يعني ممكن تمشي عشان انا وعهد الله ما قادر. يعني امشي. صوصه اسمح لي اقول لك صوصه، بما ان احنا رفعنا الكلفه. رفعنا الكلفه؟ يعني براحتك، قولي اللي انت عايزاه بس نوصل. يعني حضرتك عايزنا ننزلها طيب ولا ايه؟ نزلي اللي انت عايزاه يا ست الكل، عايزين نمشي بقى. ما تخليش بقى تخلى عليكي. لا لا، مش وقت ومش دلوقتي. بس يعني معلش مش قادره. قولي صباح الخير كده. صباح الخير وحيات امك امشي. طب ما تجرب تقولي مساء الخير، ممكن احبها اكتر. صباح الخير ومساء النبص وجود النخت وكل حاجه بكل اللغات. يلا يعني ايه؟ مش ايه ده، انت كمان مترجم؟ مش مترجم؟ لا والله ما اشتغلتش مترجم على باب الله، بس انجزي بقى. انت لغات؟ لا مش لغات، انا سياحه وفنادق. بتفك الخط يعني؟ الله يبارك فيك. سياحه وفنادق. يعني حضرتك بتعرف تعمل عصاير وكده؟ بعرف اعمل عصاير وكده. خير يا رب. الو يا روحي، صوتك مبسوط قوي. لقيته يا ماما، لقيته. مبروك يا قلبي، مبروك. اسمراني يا ماما كده. الله عليك. صباح الخير دوبتني يا بنت. انا بحب السمر قوي. جدعه زي امك. ايوه يا ماما، زغرتي يا ماما. مبروك علينا يا حبيبتي، هاتيه عشان ياكل من ايد امك احلى محشي. وبطي يا ماما. عينيا يا روحي. دكر دكر كده، دكر بط. بصي يا روحي، كل اللي انت عايزاه وحمام كمان. انت هو يقول لك كلم ماما. كلم ماما مين؟ ماما. هو يا جماعه انتوا ليه عشان سيئتوا كده؟ ازيك يا اهلا. ازي حضرتك يا طنط، عامله ايه؟ ماما يا فندم. ازيك يا ماما وكل حاجه، بس يعني انا في حاجه حضرتك انا مش فاهمها. بس انا معايا عشان تاكل محشي. يا جماعه انتوا بتهزروا صح؟ يعني دي في ايه طيب؟ بنهزر؟ هزار ايه يا حبيبتي؟ انا عامله كده دلوقتي محضر المحشي اصلا. محشي يا جماعه، وايه بجد؟ ايه العشب اللي انت سايبه ده؟ تختار. انا واثقه في زواجك. وانت ليه حضرتك معامله ان انا بنمسك امك كده؟ الله يبارك لك. مش طالبه قطر على الصبح؟ مشي بقى شويه بقى. ماما هو بس متعصب شويه، ما بيحبش يتكلم في التليفون. هديه. قفلت في وشي، اكيد زعلت منك، بس انا هرضيها. امك زعلت مني انا؟ ايوه. ليه ان شاء الله؟ عملت ايه انا؟ مش انت هتبقى جوز بنتها؟ جوز بنت. بقول لك ايه يا ستي لميس، انت بقول لك ايه، بعد اذنك اتحركي وانجزي كده عشان مش طالبه قطر على المسا. مصطفى انا مش قادره اخبي عليك، انا احاسيسي كلها اتحركت تجاهك. احاسيس؟ بفكر اسمي نفسي لميس احاسيس من كتر ما انا حبيتك. وحياة امك. وحياتك انت.
بقولك يلا بريك انا خلاص مش هحلف غير بحياتك. طب يعني اي حد عايز مني حاجه غاليه اقول له وحياه صوته. ما تنزلينا على جنب احسن عشان ننجز المشوار المقرف ده عشان اتخنقت. مشوار مقرف؟ اه مقرف. اتخنقت صح؟ يلا نروح ناكل محشي وبط. يا ست انت محشي وبط ايه بالله بقى؟ خلي بالك بس من الطريقه. الله يبارك لك بقى. خلي بالي من الطريقه. انت عارفه انت ماشيه ازاي اصلا ولا انت هتتولينا ولا ايه؟ مش القرف. قادره تترفع من عليك يا صوت. يا ست الكل الله يبارك لي يخرب بيت ام التليفون. الو يا حبيبه بابا. يا روح قلبي يا بابا قول لي مبروك يا بابا. اه انا حبيبتي. مبروك يا حبيبتي. قول لي مبروك تاني يا بابا. مبروك يا حبيبتي. احنا قاعدين مستنيينك اهو. خلاص جهزتوا بس الاكل؟ اه يا حبيبتي. بابا مش عايزك تتك عليه في الاتفاق. احنا مستنيينكوا تحت بس يلا بقى بسرعه احنا مستنيين. مش عايزك تتك عليه في الاتفاق يا حبيبي عشان ايه احنا بنشتري. تتك على مين يا مدام؟ لا يا حبيبي يلا يا اسطى. خليك يا مدام مستنيكوا اهو بسرعه بس. حبيبي يا بابا ماشي انا جاي على طول. باي باي. جامده جدا وباينه وخايف صاروخ. صوصه. نعم. انا عايزك توعدني وعد. اتفضلي. ممكن بعد ما نتجوز نروح نصيف في الساحل؟ هو مين ده اللي بيقول لك ايه؟ بطلي هطل بقى على المسه بقى الهزوره دي عشان ما تخليش عليكي واكسعبك بقى. طب بقول لك ايه؟ ايوه خلاص الساحل مضايقك؟ اه مساحل ايه بقى؟ الله يبارك لك بقى وتوصلي بقى. ست اسمك ايه انت على المسه؟ شرم غاليه عليك وانا مش عايزه احملك تكاليف. انت ليه بترسمي الدنيا والحياه كده؟ وايه البكاسه اللي انتوا فيها ده؟ انتوا عيله واطيه قوي. خلاص 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 بلطي ماشي. بقول لك ايه الله يبارك لك بقى تشوفي مشوارك عشان ما تخلاش عليكي. بيبي انا مش داخله على طمع. بقول لك ولا طمع علينا عشان لو مسكتي ضربتك دلوقتي الناس هتتلم علينا في الشارع. مش طالبه ديك ام عبط هي. هتمد ايدك عليا؟ وعهد الله كاسعابك انت وابوك وامك الناس الهطله اللي في البيت دي. الله مش كمان يا بابا. عيله واطيه بابا بتمين الله يحرقك انت وابوكي. قال يا بنتي عامله ايه؟ بدك القرف مش عارف شايفينك ازاي شغاله في الشغلانه المقرفه دي اصلا. انا مش هقول لبابا. انا هنزل اديكي شكوى في البرنامج الخرا ده. تديني شكوى تشكي مراتك؟ مرات مين يا وليه؟ ما تهمدي يا وليه. همادي كده ببطي وليه انت كده وبايره ازاي؟ امال انا اعمل ايه؟ ده انا مش طايق نفسي اصلا من اللي انت بتقوله لي دلوقتي. ده انت قمر. قمر مين؟ يخرب بيت امك ده انت وليه نحس. قمر ايه؟ يا ست اسكتي بقى. الله بقول لك ايه؟ الله يبارك لك. انا جاضد. اسكتي بقى. مش شويه بس مش شويه. يلا الله يبارك لك. يلا بقى انت بتكلكس ده عشان فرحنا بيه. فرح مين يا وليه انت؟ اي حاجه لاشقه فيها اي لحمه. ده انتوا عيله واطيه بجد. اخلصي بقى. لا دي مش اي لحمه دي لحمه سوداني. بص انت اوعي بس ايدك كده الله يبارك لك من بعيد عشان انا تعبان والله. امشي بقى. صوصه يعني على ابو ام صوصه. خلاص خلاص انا حاسه ان انت متضايق. يعني المفروض نعمل ايه؟ ما طالما متضايق هتعمل ايه؟ نشرب ليمون عند ماما. ليمون مين؟ انا عايز اوصل بالله عليك انجزي بقى عشان متاخر على الشغل. احنا خلاص يا حبيبي وصلنا. يا ست حبيبك بقى حمد دبه بنتي وابوك وامك ده انتوا عيله واطيه كلكم. كنت ما تجيش اخ يلمك جتك القرف. بس انت بتفرمي كده ليه؟ ولا محمد. محمد مين؟ ولا محمد. محمد مين يا بنت الصوت؟ انزل انزل فاشة. محمد مين يا عيله واسخه؟ بص ولا ايه؟ بتهروا يا جماعه الصح والقرف ده. ايه يا جدعان القرف ده؟ بتضحكوا على ايه؟ الله يحرقك. بتهزروا يا جدعان؟ انا قلت برضه انت قريت على كل حاجه. واحد بس بتقول انت جميل جميل. خد بس احنا بنهزر بنهزر. احنا اسفين. ازيك ايه بس؟ الله يبارك لك. شو متاخرين على الله يحرقك. شكرا والله انا مش عارفه اشكرك ولا اتاسف لك. اسفيني ايه وصباح الخير. انا اسفه انا اسفه انا اسفه. احنا بنهزر معاك. كل سنه وانت طيب. كل سنه وسلامة. شكرا ان انت قبلت هزاري. بص هنا قول كل سنه وانتم طيبين. سنه طيبين يا جماعه والله. اقعد مع ام محمد وام محمد العيال الوطن. قول انك مش زعلان مني. مش زعلان. مش هزعل من حد. يزعل من الصاروخ ايام القمر. بص هنا تاني قول موافق نذيع. موافق نذيع. روح قلبي. شكرا.